خوي كامل اخر اتصال، صبحك الله بالخير. خوي كامل صب عليك بالخير اخوي ابو سعود، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. دعوتك من قطر ومنور بالتيشيرت النصر العالمي ان شاء الله اليوم يفوز على بعد على الحزم ان شاء الله باذن الله. وبالبدايه طبعا احب اعزي عائله الفليطح، اخوي العيادة فليطح، وكذلك اعزي اسره الوليد اللاعب سعد الوليد، وبارك اليوم الفتح بمناسبة الفوز على الهلال، وهذا مكانهم الطبيعي صراحة الهلال، حتى انهم حرمونا من اسيا والسبة يعني انهم ما اخذوها بجدارة. فاتمنى ان شاء الله اليوم النصر ان شاء الله في مباراة اليوم ان شاء الله مع الحزم ان شاء الله يقدم مباراة كبيرة تليق بنادي النصر. وادري الناس تديح شوف مستانس، كنا مو مستانس، ما ادري هو مستانس ولا مو مستانس هو اخوي. على شنو تبي استانس؟ ها؟ على هزيمة الهلال يقول لك. على شنو؟ اي ادري ادري طيب ادري ابو سالم ترى. ما والله ما فهمتك، على شنو استانس يعني؟ لا ابو سالم قاعد يضحك الظاهر مستانس على فوز الفتح. اكو واحد مو مستانس اليوم على فوز الفتح. انا مو مستانس. أقول, أقول, اقول 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 لك انا اليوم ديوانيه عند اخوي احمد ذعار مع الجول الثالث قاموا يصفقون، على بالي على بالي في شيء صار طلع عشان جول الفتح الثالث. كل الكويت اليوم فرحان. لا 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 مو على كيف. كل الكويت شفتم اللي شفتم. لا يبا شفتم كل الكويت شايفك اربعه خمسه. كل السعوديه فرحانه وكل الكويت فرحانه. لا يبا لا الكويت مو فرحانه. طيب